السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات حد من الأقرباء والأصدقاء بيطلب إن إحنا نساعد في إصلاح حاجة عنده في الكمبيوتر أو شرح حاجة عنده في الكمبيوتر، لكن هو ما عندوش مثلا برنامج زي تيم فيور أو إني ديسك. ففي موجود في الويندوز، هو لو فتح القايمة وكتب كويك أسيست هتظهر حاجة بالشكل دوت. هو لو عايز إن حد يساعده هيقول له أسيت أنذر بيرسون، هيديله اسم وباسورد، فانا هاخد منه الاسم والباسورد سكيورتي كود دوت اهو وهكتبه عندي بحيث ان انا اقدر ادخل على الجهاز عنده. تمام، يعني بقى في عندي اختيارين. الاختيار الاول ان انا اللي عايز ادخل اساعد، فساعتها هكتب الكود هنا واقول له شير سكرين. المفروض ان هما بيبقوا جهازين مش جهاز واحد. بيقول لي هل انت عايز تبقى فيو بس ولا عايز يبقى ليك كامل الصلاحية في ان انت تتحكم في الجهاز. فده بيساعدنا في حل المشاكل. هيجيله رسالة بقى يقول له الشخص هيتحكم في الجهاز بتاعك، انت موافق ولا لا؟ ظهر هو طبعا الموضوع ان المفروض نفس الجهاز دلوقتي هو اللي موجود، بس المفروض ان انا بشوف الجهاز بتاعه او بتحكم في الجهاز بتاعه واقدر اصلح له المشاكل اللي عنده.